اليوم اجتماع عمل لتسليم فراغتي سيدي بومدين والعربية إلى مؤسسة الردم التقني، فماذا عن هذه العملية؟ أولاً هذه العملية تدخل في إطار المحافظة على البيئة، كذلك تدخل في إطار الاهتمام بالمفرغة العمومية اللي أصبحت الآن هي كنوع من الثروة، تخلق ثروة وكذلك تخلق مناصب عمل. كانت البداية هي تحويل المفرغة العمومية لدائرة العملية إلى مؤسسة الردم التقني بعد إنهاء العملية وبعد أن تم تسليمها مؤخراً. هذه المفرغة اللي تحتوي كذلك على تجهيزات خاصة تدخل في هذا الإطار مراقبة وكذلك تسيير المفرغة العمومية. إذا من هذه التجهيزات عندنا بيلدوزر، كاميون مالطاسوز، فيكول دو ترونسبور، كومباكتور بي دو موطون، معناها التجهيزات اللي خاصة بالعملية. إذا كذلك كان تحويل المفرغة العمومية لبلدية سيدي بومدين دائرة التعيين الرابعة من طرف مديرية البيئة إلى المؤسسة المكلفة بتسيير المفرغات العمومية، وهذه المفرغة العمومية تمس خمس بلديات: بلدية بوحجر، بلدية عين الأربعاء، وبلدية سيدي بومدين، ووادي الصباح، وتمزوغة. كما أن المفرغة العمومية لبلدية العملية تضم كذلك خمس بلديات منها العملية، حاسي الغنا، بوسجدار، مساعيد، وولاد بوجمعة. هذا هو الاجتماع. كذلك تناولنا في الاجتماع نقطة ثانية وهي قضية مادة الإكسيفيا اللي موجودة بالمفرغة العمومية لبلدية سيدي بلعدة، تعتبر مشكل سواء في الروائح أو ربما يكون هناك تسرب هذه المادة إلى المياه الجوفية، مما تطلب بعقد هذا الاجتماع وذلك بتجنيد وبتعبئة كل الوسائل المادية وكذلك المؤسسات المكلفة، منها ديوان تطهير، منها مصالح الولاية، منها كذلك الحماية المدنية، لرفع هذه المادة وتفريغها في محطة خاصة بتطهير تابعة لمديرية الموارد المائية. هذه العملية متى راح تكون؟ هذه برمجناها يوم الاثنين إن شاء الله، تكون عملية تبدأ صباحا وتنتهي إلى أن ننتهي من نقل هذه المواد السامة الموجودة في المفرغة العمومية لبلدية سيدي بلعدة. شكرا لك.